السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا حبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عن 12 رؤية بتدل على انتهاء السحر. من هذه الرؤية لو أنا شفت في المنام رجل قعيد أو مشلول قاعد على الكرسي بتاعه، وشفته في الرؤية هذا الرجل مجهول، ورأيته في الرؤية إن هو قام من الكرسي بتاعه ومشى مشيا صحيحا، هذه الرؤية تدل على انتهاء السحر. كمان لو أنا شفت راجل مربوط والمرأة تشوف واحدة ست مربوطة بحبل، متكتفة بحبل، ولكن فك هذا الحبل فانطلقت من عقالها، يعني قامت من الربطة اللي كانت فيها، فيدل ذلك أيضا على انتهاء السحر. كمان لو هي رأت أنها تكنس الزجاج من البيت أو بتكنس مسامير من البيت، دل ذلك على انتهاء السحر. كمان لو هي شافت حيوانات مقتولة، مش حيوان، حيوانات كتيرة مقتولة، دل ذلك على انتهاء السحر. كمان ترى في المنام ان هي شايفة تعابين ميتة ماشية في الشارع، وشايفة تعابين ميتة، والتعابين في الرؤية تدل على السحر. لما اجتمع السحرة مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكل واحد كان معاه عصا وحبل، لما رموهم في الأرض انقلبوا إلى ثعابين، فربنا سماها سحر. قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فالتعابين في الرؤية، تعابين المجتمع مش التعبان الواحد، دليل على السحر، لكن موت التعابين دليل على أن الله أذهب عن الرائي السحر. كمان من الرؤى والمنامات إن أنت تشوف في المنام إن في عصفور كان محبوس في قفص وانطلق من القفص. عصفور كان محبوس في قفص وانطلق من القفص، دل ذلك على انتهاء السحر. كمان من الرؤى والمنامات إن احنا نرى في المنام إن أنا عثرت على سحر، أو عثرت على ورق مكتوب فيه طلاسم، أو مكتوب طلاسم على الحائط، وأنا محوت الطلاسم دي بالماء، دل ذلك أيضا على انتهاء السحر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سحر، وسحر عبيد بن عاصم اليهودي، وضع السحر في البئر، وذهب سيدنا علي، ده باختصار يعني، سيدنا علي ذهب ومعه بعض الصحابة وأخرجوا السحر من البئر. فالعثور على السحر دليل أنه بطل، دليل أنه انتهى. فلو رأيت ذلك في المنام أن أنا لقيت سحر في البيت، مش معناه تقول أن أنا معمول لي سحر، لا، ده دليل على أنه السحر انتهى. ولو أنا لقيت شيء، ورق مكتوب فيه طلاسم أو مكتوب بالأحمر، أو شفت طلاسم مكتوبة على الحائط ومحوتها بالماء، دل ذلك على انتهاء السحر. كمان يا أحبابنا الكرام، القيء في المنام خصوصا أنه يتقيأ دود، فدل ذلك على انتهاء السحر. كمان لو هو بيخرج من فمه شعر، بيخرج من فمه شعر، أو امرأة شافت في المنام أنه هو بيخرج من فمها شعر، دل ذلك على انتهاء السحر. من يا احبابنا الكرام، من هذه الرؤية رؤية البخور في البيت. البخور لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، وقد يكون البخور، يعني لو العبد اعتقد ان فيه النفع، قد يصل الى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو اعتقاد النفع والضرر في غير الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن لو أن المرأة رأت في المنام أن هي بتبخر البيت بالبخور، دل ذلك على انتهاء السحر. كذلك لو هي شافت أن هي بتغسل البيت بماء وملح، أو هي شايفة أن هي بترش ملح في البيت فتعارف بين الناس أن ذلك مذهب للسحر. غير أننا
علينا التمسك بالرقى الشرعية. بنتكلم في تفسير رؤى ومنامات، فيدل رش البيض بالماء والملح على ذهاب السحر، كذلك بخور داخل البيت يدل على ذهاب السحر. كمان الاغتسال بالماء البارد، الاغتسال بالماء البارد، قال سبحانه وتبارك وتعالى: هذا مغتسل بارد وشراب، وربما دل على الشفاء من السحر. يبقى كان معانا 12 رؤية بتتكلم عن ذهاب السحر. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة اللي بيشوفني لأول مرة. أتمنى إنه يشترك في قناتي، يفعل خاصية الجرس واختار منها الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.